أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان، ورد قوله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان قيامه وصيامه، وقبول العمل فيه، والعتق من النار، ودخول الجنة. نذكر هنا بما أنتم بحمد الله ذاكروه، ونعرف بما أنتم عارفوه، وهو أن الله سبحانه وتعالى مع أنه خالق كل شيء، إلا أنه اختص من خلقه أشياء، فاختص ملائكة من بين مجموع الملائكة، واختص بشرا من بين مجموع البشر، واختص أزمنة وأوقات من بين الأزمنة والأوقات. وما ذلك إلا لمزية جعل الله سبحانه وتعالى تلك المزية في تلك الأشياء والمخلوقات. تريليونات الملائكة إن لم يكن أكثر من ذلك، لكن من بين هؤلاء اختص جبرائيل بأن جعله أمينا على الوحي، واختص إسرافيل بنفخة الصور، واختص عزرائيل بقبض الأرواح. وعلى هذا المعدل، مع أنه خلق كل هؤلاء الملائكة، كذلك أيضا من بين البشر خلق البشر، ليس فقط هذه الدورة البشرية التي نحن فيها، وإنما بحسب ما تشير بعض الروايات، إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، وقبل عالمكم ألف ألف عالم. ف
فهذه الدورة البشرية التي نحن فيها منذ بدايتها إلى الآن، الله العالم كم من البشر خلق الله فيها، من بين كل المجموعة البشرية اختص واختار أنبياء ومرسلين وأسر وعوائل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فاصطفى أنبياء ومرسلين واصطفى أسرا وعوائل، واصطفى بين كل ما خلق ومن خلق محمدا وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فجعلهم أدلاء لخلقه وهداة إلى صراطه، هذا اصطفاء. كذلك أيضا اصطفى من الزمان، اصطفى في الأيام يوم الجمعة وليلته، واصطفى من بين الشهور 4 حرم، واصطفى شهر رمضان وهو أفضل من الأشهر الحرم فأضافه إليه حتى عرف بأنه شهر الله، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، مع أن سائر الأشهر أيضا هي شهور الله، هو خلقها هو كونها، ولكن هذا فيه مزية الإضافة. الكعبة المشرفة بيت الله، مع أن كل المساجد أيضا هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن شتان بينهما. لذلك يناسب أن يستقبل هذا الشهر المصطفى، لا سيما مع احتفاء المصطفى به قبل وصوله يحتفي به، قد أقبل إليكم، تفتوا تنبهوا، شهر الله لم يأتي هكذا ضمن حالة طبيعية جغرافية وفلكية كما تدور الأشهر يدور هو أيضا، لا، قد أقبل بنحو خاص، قد أقبل عليكم أو إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ثم أيضا أعاد الأمر لعل أحدا لم يلتفت، شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي. ذكرنا ذات يوم في أنه أحيانا قد يكون المجموع من حيث المجموع هو أفضل، ولكن الأفراد ليست كذلك. قد تكون السنة كاملة سنة مباركة، لكن قد يكون في بعض أيامها أيام غير مباركة، فيها جدب، فيها قحط، فيها جوع، فيها عطش، لكن مجموع هذه السنة يقال سنة مباركة. شهر رمضان ليس هكذا، كله
فيه فضيلة، وأجزاؤه مهما صغرت أيضا فضيلة، وهي أفضل من غيره. شهر هو عند الله كمجموع أفضل الشهور، كأفراد لياليه أفضل من سائر الليالي في سائر الشهور. أيامه نهاراته، قد يكون مثلا أحيانا واحد يقول شهر مثلا ربيع في أيام الشتاء وبالتالي ليله طويل، يستعين فيه الإنسان على كثرة القيام لله عز وجل بالعبادة، كبار ليله طويل. هنا لا، يقول لياليه أفضل من سائر ليالي الأشهر، أيامه أيضا أفضل من سائر أيام الأشهر، بل أبعاد الأبعاد ساعاته أفضل الساعات. ليس كل اليوم يعني النهار بكامله فقط، وليس كامل الليل لا، حتى أجزاء الأجزاء أيضا كذلك. شهر أنتم فيه مدعوون من قبل الله عز وجل. لو أن أحدا دعاك إلى مائدته ثم لم يضفك فيها كان ذلك منقصة فيه ومثلبة، بل حتى لو دعاك ولم يعطك بمستواه، مثلا دعاك إلى مائدة وهو من أهل الأموال الطائلة ثم قدم لك مثلا خبز وتمر، يعتبر هذا عند العقلاء مذمة، إما يريد أن يهينك أو يعتبر هذا بخيل أو غير عارف بالأصول. أنت المليونير تدعو شخصا لكي يأتي إليك ثم تضيفه بالخبز اليابس مثلا أو بالتمر الجشب، لا يناسب ذلك الحكمة. إنما ينبغي أن يضيفك بمستوى، كان فقير بمستوى فقره يضيفك، إذا كان غنيا يضيفك بمستوى غناه في الحد المتوسط. الله سبحانه وتعالى عندما دعانا ودعا عباده ودعا عباده إلى مائدته وإلى ضيافته، فإن ضيافته ستكون بحجمه بمقدار عطائه بمستواه لا بمستوى الضيف. المستوى الذي يطالب به الله عز وجل في حده الأدنى هو الجنة، لا درجاتها العالية العليين، وإن كان يفعل بكرمه ذلك. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، لا بل جعلتم فيه من أهلي كرامته. هذا المضيف إذا يريد يضيف شخص يجيب إليه المتوسط ماله. الآن في هذه البلاد ما هو متوسط الضيافة؟ لنفترض مقدار من الرز، مقدار من اللحم، مقدار من الفاكهة. أما إذا أردت أن تكرم ضيفك لا، تحتاج إلى شيء أكثر من هذا، تزيد له في الكمية، تزيد له في النوعية، تزيد له في الاهتمام والعناية. أنت في شهر رمضان لست مدعوا فقط إلى مائدة الله حتى تعطى المتوسط،
وإنما أنت بعد الدعوة إلى هذه الضيافة مجعول من أهل الكرامة، مو المتوسط اللي يراد إكرامه ليس في المتوسط، متوسط الضيافة هذا ما في كرامة، هذا الشيء الطبيعي. عندما يراد إكرام أحد أنت هنا تحتاج إلى أن تبالغ في الأمر، أصناف أخرى، طعام من نوع خاص مو من الدرجة المتوسطة، أنت قد تقوم على رأسه أو بعض أو يقوم على رأسه بعض أبنائك لخدمته، هذا كل إظهار ماذا؟ التكريم. الله سبحانه وتعالى جعل المدعوين في هذا الشهر الكريم من أهل كرامته. قد يكون ما بعدها من الكلمات شرحا لهذه الكرامة، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب، وعملكم فيه مقبول. هاي أربعة أمور. أما أنفاسكم فيه تسبيح فبالفعل هذه كرامة عظيمة. ليش؟ لأن هذا النفس لا يرافق أمرا عباديا. العبادة نعم هي تسبيح، هي ذكر لله بلسانك أو بجوارحك عبادة، أما أن إنسان يتنفس مثل أن يغمض عينه ويفتحها، يتنفس ترمش عينه، هذه مو عمل عبادي. ولذلك في سائر الأيام في سائر الأشهر لا يثاب عليه هذا الإنسان. طبيعي الإنسان لابد قلبه بينبض، طبيعي لازم يتنفس لكي تستديم حياته، لكن هذا أمر لا يرتبط بالموضوع العبادي، والشاهد على ذلك أننا لا نجد ثوابا له أو أنه محسوب عبادة في سائر الأشهر. في شهر رمضان من الكرامة الإلهية أن هذا الشيء النفس الذي في سائر الأشهر لا تستحق عليه شيئا في شهر رمضان يعتبر تسبيحا، والتسبيح أعلى الأذكار كما ورد في بعض الأخبار. سبحان الله وما يشتق منها، لذلك تجد في السجود سبحان الله، في الركوع سبحان الله، في الركعة الثالثة والرابعة سبحان الله، إضافة إلى التسبيحات بقية الأذكار. هذا اللي هو في الصلوات موجود وهو أعلى الأذكار في شهر رمضان، شيء لم تصنعه أنت يعتبر أعلى الأذكار. نومكم فيه عبادة، أيضا نفس الكلام، النوم في سائر الأشهر مذموم، إذا زاد عن حاجة البدن واعتبر إضاعة للعمر مذموم ذاك الوقت. قالت أم داود النبي لابنها داود: يا بني إياك وكثرة النوم فإنه يفقرك يوم القيامة، تصير فقير يوم القيامة. ليش؟ لأنه بالتالي إذا ثلث عمرك راح في النوم،
كان ينبغي أن تختصر هذا المقدار من النوم بمقدار حاجة بدنك، وتبدل هذا المقدار من النوم بشيء مفيد. بالفعل أحيانا نصير الآن قسم من الناس لو تسأل مثلا حضرت اليوم صلاة الجمعة أو الجماعة في أي مسجد، يقول لك لا. ليش؟ كنت نايم. هذا مو إفقار؟ ألا يفقر الإنسان أن يكون نائما عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة في يوم الجمعة؟ دع عنك قضية اغتسال الجمعة، دع عنك ذكر الصلاة على النبي وآله، ذكر عنك دع عنك دعاء الندبة، دع إلى غير ذلك. واحد نايم طول هالمدة هذه، هذا إفقار، فإنه يفقرك يوم القيامة. تجي ذاك البعيد يوم القيامة، غيري يأتي يوم الجمعة وعنده ضياء كشافات حسب التعبير، في كل سنة 50 ضياء يسمى يوم الجمعة، 50 أسبوعا، وأنا أجي كل هذه الأضوية مطفية. ليش؟ لأنه أنا كنت في حالة نوم. زين، إياك وكثرة النوم فإنه يفقرك يوم القيامة. هذا النوم الذي هو في سائر الأيام في سائر الأوقات مفقر مذموم في شهر رمضان على أثر التعب. واحد يقول ما دام هالشكل فخليني أطويه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في عبادة النوم، كلا. لا، بمقتضى كما يقول العلماء مناسبة الحكم والموضوع أن الإنسان في أيام الصيام على أثر قلة الطاقة الناشئة من التغذية قد يغفو ينام. هذا النوم ماله الناشئ عن الصيام والتعب وما شابه ذلك نومكم فيه عبادة، أليست هذه كرامة؟ نوم اللي الإنسان ما يسوي فيه شيء لكنه يعتبر في شهر رمضان لخصوصية هذا الشهر يعتبر عبادة. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب. نحن نعلم أن دعاء الإنسان في سائر الأشهر إذا توفرت فيه شروط القبول يستجاب، صحيح ولا لا؟ زين، إذا قلنا نفس الكلام موجود في شهر رمضان فإذا لا ميزة لشهر رمضان. إذا لا ميزة له، لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وهو سيد البلغاء والمتكلمين دعاؤكم فيه مستجاب؟ يقدر واحد يقول له خب إذا ما كان حاول الشروط فلا يستجاب، إذا كان حاول الشروط شروط الاستجابة فكما يستجاب في شهر رمضان يستجاب في غير شهر رمضان. لا، هنا توجد ميزة خاصة ولذلك جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه حتى لو لم يستكمل كل شروط الاستجابة يجي شهر رمضان ويكمل هذه الشروط. لو أردنا أن نمثل مثالا على ذلك، في الشركات أنت تجي وتقدم
طلب لقبولك في هذه الشركة، يشوفون أن 10 متطلبات لا بد لقبولك في هذه الشركة، أنت جايب 9، جايب 8، فيأتي مكمل لذلك، مثل قول المدير، مدير الشركة يقول أنا من صلاحياتي عندي قدرة أن أقبل من أراه مناسبا لهذه الشركة، وأنا أعرف هذا الشخص حتى لو كان ناقص رقم 10 خلوه يمشي، لأني أعلم بفائدته لهذه الشركة. أنت هنا ما مستجمع شروط القبول العادية، وإنما شنو؟ موقع المدير أكمل شروط قبولك. شهر رمضان هو هكذا، وإلا أنا جبت دعاء في 10 شروط وكلها كاملة فاستجيب لي، طيب في شوال هم نفس الشيء، جبت دعاء في 10 شروط واستجيب، ما هي ميزة شهر رمضان على شهر شوال؟ ما هي ميزة شعبان أو ربيع عليه؟ النبي عندما يقول دعاؤكم فيه مستجاب، يعني حتى لو لم يكن مستجمعا لكل الشروط فيه نقص، بركات شهر رمضان حيث أنك من أهل كرامة الله، حيث أنك من ضيوف الله عز وجل، فيه موقع الداعي من جهة وهو الله سبحانه وتعالى، موقع الزمان حيث أنه محل الضيافة والكرامة، هذا مثل توقيع المدير في مثالنا الذي ذكرناه. دعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول، نفس الكلام الذي قلناه في الدعاء المستجاب أيضا يأتي في العمل المقبول. بعد ذلك يقول فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يجعلكم من عتقائه من النار. اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة وأكرمنا بما أنت أهله لا بما نستحقه. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم وبلغنا إياه وارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة كتابك فيه، وارزقنا الجنة فيه لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.